مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. معكم أمن عبد الباري مراسل جريدة أهل مصر بمحافظة الأقصر. إحنا معاكم دلوقتي بلايف جديد بمدينة إسنا، بنرصد معاكم الازدحام الشديد هنا على اللحوم. الناس بالطوابير واقفة على اللحمة هنا بمعرض إسنا بمدينة إسنا. أنا من مركز إسنا زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط، اللي هو في ازدحام شديد والناس واقفين بالطوابير بسبب الانخفاض. مصر بعمار واذكر الله وانا وراك يا فتاح يا سيسي لغايه اخر نفس فينا. وانا الصعايده بنقول لك هنا الصعايده فيه انجاز، هنا عندنا في الصعايده الجوال ناس انجاز، وبنقول كلمه مقطوعه. زي ما انتم شاهدين معانا كده بالظبط في ازدحام شديد والناس واقفه بالطوابير على اللحوم بسبب انخفاض اسعار اللحوم هنا بمعرض اهل رمضان. سعر كيلو اللحمه البلدي ب 150 جنيه. هنشوف عندك كفاءه، بس لما تكون عايزين 50 طن تنزل لك 50 طن. هنشوف مين دايما انت عايز هكفي لك الجماهير بتاعتك، وبقول ب 150 اللحمه. هنشوف مين احد التجار اللي هو هيوضح لنا اسعار اللحوم ايه وسبب الطوابير اللي احنا شايفينها دي واقفه هنا بره. اللحم في السوق ب 280، وهنا عندنا في المبادره بتاعت الرئيس اللي هنا عاملينها بنبيعه ب 150 كيلو اللحمه البلدي ب 150. ايوه ب 150، والكبده ب 150، اللحم ترى الراس ب 90، الكرشه بنبيعها ب 40، الكوارع عندي. يعني بصي حاجه، احنا بنساعد المواطن وبنحارب الغلاء، خلي الغلاء بتاكل، خلي المواطن ما يشكيش يقول لك الدنيا غاليه. طب ما دي اللحمه بره، اللحمه بتاعت جوا زي بره، اها جوا زي بره، دي عجالي ودي عجالي، انا ببيع لك عجالي زي بره، بره ببيعه لك في السوق ب 280، انا ببيعه لك ب 150. كده معاك يا عبد الفتاح يا سيسي رسمي، كده معاك يا رئيس الجمهوريه رسمي، ووراك وقدامك والاخر نفس فيه. معانا 3 مليون بنلعب بيهم، يغسل لهم يطلعنا فوق رئيس الثلاثين، وكده كده مربوحه معاك، مربوحه معاك، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 150 حديث عمرو من السيسي ده حديث ماشي، زي ما قال داكم. زي ما قال الغلابه ماتت ب 300 لحم بره، بصي فوق 500 عايز تشوف. بصي المعلومه الاخيره اللي هي المفيده، في ناس بتقول لك اللحم ده، في ناس بتقول لك اللحم ده شمال ويمين. الله يجعل اللي عايز يشوف اللحم يا دي يوقف قدام الطلخانه ويشوف البهيم ده اللي هيتذبح. معانا دكاتره بطلين بيكشفوا على اللحم تمام، ومعانا تومين كامل، ومعانا الاداره كلها شغاله، حراسه غفري معانا، رئيس المباحث، رئيس المباحث اللي هو مركز إسنا مسيب لنا برضه رجال معانا في الخدمه هنا، واي مشكله اي حاجه بنلقاها بنفسه هو جانا، رئيس المباحث والمامور واللواء كل الناس دي. في اقبال من المواطنين بمناسبه العيد، بمناسبه اقتراب عيد موعد عيد الفطر المبارك. تمام، هل في اقبال من المواطنين ولا لا؟ لا، كله الحمد لله رب العالمين، النصارى والمسلمين كلهم بيدوا واحده، وكله بياكل لحم من عندنا لحم طيب. كله النصارى والمسلمين عندك بياكلوا لحم من عندنا لحم طيب. طب عرفني الانواع. والراجل بيتكلم افتكرنا غلط يا دي، شوف بعينك. عرفني. ليش دعوه بحد؟ شوف بعينك واحد. عرفني. شوف بعينك اللحم واحد. متابعة أهل مصر زي ما انتم شاهدين كده، زي ما انتم شاهدين معانا أهل مصر المواطنين بالطوابير على اللحمة هنا بمعرض أهل رمضان من أجل شراء كيلو اللحمة اللي هو ب 150 جنيه زي ما انتم شاهدين كده بالظبط. الإقبال كثيف من المواطنين، وعرفنا إن سعر كيلو اللحمة ب 150 جنيه، كيلو الكبدة ب 150 جنيه، كيلو راس بكام؟ رأيك في أسعار اللحوم هنا إيه؟ لا 100 هنا، كل حاجة 100 عندي كفاءة وكل الأسعار حلوة ومناسبة وكده 100 بس بيعورونا في الميزان كله ومش عودة. وعشق الصلاة عليه.
الصلاة والسلام. طب قول لي كيلو لحمة الراس عندك بكام؟ 90. 90 جنيه؟ ايوه. طب الكرشة عندك بكام؟ 40. ب 40 جنيه؟ تاخديها حاجة قدام هنا. طيب قول لي باقي الأنواع اللي عندك. الكبدة ب 150، بلدي بتمة تاخديها ب 150 الكيلو، لا شغطة ولا دهن، كبدة كبدة. طب تمام، كيلو اللحم بتاخديه؟ تمام مالك. كيلو اللحم بتاخديه من غير عظم. الناس بتقول لك بيحطوا العظم برا. شكرا خالص لحم. لا الله، العظم بنحطه لك اي حته في الاخر دي منين ليك. تمام شكرا خالص. عشان الشرب. تمام شكرا. وهي خدمه يا فندم، وكل سنه وانت طيب. فرحين على الرئيس عفتاع السيسي. كل واحد صعيدي، واحد صعيدي بيقول لك انت راجل واحنا رجال وراه. تمام. متابع مصر زي ما انتم شاهدين معانا الطوابير هنا على اللحوم من اجل شراء كيلو اللحمه اللي هو ب 150 جنيه، بره طبعا كيلو اللحمه ب رهيب. زي ما انتم شاهدين معانا كده بالضبط الناس واقفه بالطوابير، زي ما انتم شاهدين كده الناس واقفه بالطوابير على اللحوم. كيلو اللحمه 150 جنيه، الناس جميعها واقفه تشتري طوابير زي ما انتم شاهدين معانا كده بالظبط الكل، لان كيلو اللحمه بره وصل طبعا سعره لا 300 جنيه واكثر. سعر اللحمه بره وصل طبعا سعره 300 جنيه، اما هنا في معرض اهل رمضان كيلو اللحمه 150 جنيه زي ما انتم شاهدين معانا كده بالظبط، اللي هو الناس واقفه بالطوابير من اجل شراء كيلو اللحوم. عيش وانا الدنيا كلها بيعتها تلفزيون يوم زي ما انتم شاهدين. اول كريم قال اللحمه كده وانت اللحمه 150 جنيه. 150 اللحمه ب 150 جنيه اللحمه. ايوه داخل مركز، داخل مركز من مركزنا تبع معاهم ومنصور قال بيع 150. 150 أولاد الحاج منصور قزاز بيضحوا بمناسبة شهر رمضان المبارك ومبادرة أهل رمضان، وألف ألف شكر للرئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الغرفة التجارية ومحافظ الأقصر ورئاسة محافظة مدينة إسنا. طب الأخبار الإقبال اللي عندك؟ الإدارة الوحدة البيطرية. طب أخبار إقبال المواطنين عندك إيه؟ في إقبال شايف الشغل والازدحام على مستوى الجمهورية. طب الازدحام ده بمناسبة العيد ولا بمناسبة بمناسبة شهر رمضان المبارك؟ بمناسبة ان انتوا الاسعار عندكم مخفضين. الاسعار تخفيضات، لان شغلنا وشغل ولاد الحاج منصور بقزاز. تمام. كيلو اللحمة البلدي ب 150. 150 جنيه ومسعرينها ابله. كيلو البلدي بلاش. وحشانا. الناس بالطوابير بتقف عندكم كده باستمرار ولا النهارده؟ حتى الزبائن هنا بتقول من عجاننا، العجول من عجاننا، وحوش اولاد الحاج منصور قزاز. الناس دلوقتي انت حاسس ان هي سابت المحلات بره، سابت الجزار سابت الناس بره وجوه، بره وجوه في اي مكان. انا الدعام اكثر من بره. الاقبال كبير كده من اول رمضان ولا دلوقتي على اساس اسبوع العيد؟ اول رمضان عندنا فقط، لان احنا دباحين النظيف ودباحين الطفور. كل شغل بلدي فالت على دراعه. العقول فالت على دراعه. انت اللي هو بتشتغل في اليوم ممكن تخلص دباحونا 2 3 4 شغل صلخانات قسايم رمضان. كل سنه وانت طيب. الصلخانه بتاريخ 15/4. الشغل اللي عندنا ما فيش شغل زيه، شغل زي الاتحاد الاوروبي، شغل الاستيراد وقت ما الشركة المتحدة بعدين لك حاجة بعدين لك تصور تفرجي الشركة المتحدة العملة الثقيلة الأمن والأمان حاج أحمد سمير وأبو منصور وأبو شاكر والمعلم الشادي الفوز. وعملنا اللي ما تعملش مع ناس ما تستاهلش، ركزوا النقطة دي، عملنا اللي تعملش مع ناس ما تستاهلش، واللي معانا الله معاه، واللي علينا الله عليه. وشغل مزارع اولاد الحاج منصور قزاز، الحاج محمود ابو منصور، والحاج الشادلي ابو قزاز. كل هذه عمال تحت ادارته يعني. عفرنا
بخمسين جنيه ومية جنيه والراجل مخليها لنا خريج. عايزين يغلوا قال لا. ها. عايزين يغلوا لا. الباشا قال لا. الأسعار عندكم ثابتة زي ما هي. 150. في ناس كتير عايزة تغلي واحنا ما راضيينش. محاربة الأسعار. محاربة الأسعار. بدأت من اسم محاربة الأسعار. محاربة الأسعار تبدأ من اسم. لأن أبناء إسنا اللي بيكونوا كل شيء الجزارة وبعدين ممنوع الاستغلال تمام استغلال إشراف وضد الغلاء ووزارة الصحة كلها بتجرف والسيد المحافظ بيجرف والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الواحد البيطرية مشكور 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 إنه فتح المنافذ على جميع مستوى الجمهورية كمان بس هنا في ميزات خاصة بمركز إسنا إنه لا للاستغلال لا للاستغلال أنت ما شايفش بي لا لا في صراحة أنا المرة الخامسة أجي هنا مواطن عادي أنا محادث مواطن عادي ولاد الحاج زكريا معانا يعني كل حاجة بسعر التكلفة بسعر التكلفة لا يوجد أي خلاف أي مواطن أجي هنا بيرتاح بأي سلام أي سعر أي حاجة وخاصة في رمضان يعني الناس لما تتقي ربنا في رمضان هي عايزة تعرف لما كده عمل حطنا على دراعها يعني هي صراحة يعني احنا ايه طعمها سعادتك انت مواطن مواطن اللحمة ايه ايه رأيك فيها ميرد الله جمال انا لسه عايز 3 كيلو الصلاة على النبي الله اكبر الله اكبر علينا يعني الله اكبر علينا يعني في ناس بتقول ان اللحمة هنا مش زي اللي برا لا شيء غفر برضه بالعكس ايه رأيك في اللحمة شيء غفر الصلاة على النبي ولا المكان الناس المكان هنا يعني ميرد الله والرسول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة اهل رمضان وكل عام والأمة الإسلامية بخير ألف شكر للسيد المحافظ والف شكر للرئيس الغرفة التجارية والف شكر للرئيس وحدة مدينة إسنا والوحدة البيطرية والدكتور أسامة أبو مدني متابعة المصر زي ما مشاهدين معنا كده الناس واقفة بالطوابير على اللحوم بسبب انخفاض سعرها هنا بمعرض أهل رمضان بمدينة إسنا زي ما انتم مشاهدين معنا كده بالضبط سعر نحن من قبل رمضان وشغالين وزي حالنا مفيش ازمات خالص رايك في اللحمه يا حاج كل سنه وانتم طيبين اتكلم رايك في اللحمه ايه احسن لحمه تعالي تعالي عشان افتحها رايك في اللحمه هنا دي مواطن اديها تتكلم متابعة المصر زي ما انتم مشاهدين معانا كده بالظبط اسعار اللحوم هنا بمعرض اهل رمضان والناس كلها مبسوطة والكل واقف طوابير زي ما انتم مشاهدين معانا كده بالظبط وسمعنا اراء المواطنين وسمعنا اراء المواطنين بخصوص اللحمة اللحمة هنا كويسة ولا الله اكبر علينا وشايف اللحمة يعني تمام شكرا خالص لحضرتك كل عام وحضرتك بخير بعد اذنك هيك قطعت اللحمة رايك في اللحمة قولي لها تكلميها كلمي متابعة مصر زي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط الناس زي ما انتم شايفين كده رايها راي المواطنين كله متحد على ان اللي هم هنا اسعارها جميله جدا وزي ما انتم شايفين معانا كده بالظبط الطوابير الاهالي واقفه طوابير هنا على اللحوم مع معرض اهل رمضان بمدينه اذنا شكرا لمتابعة